وسهلا مشاهدين قناه انفاس تيفي. اليوم غادي نخرجوا الشارع المغربي ونسولوا مواطنين المغاربه الدريات واش يقبلوا يتزوجوا بواحد صغر منهم، والدراري واش يقبلوا يتزوجوا بوحده صغر منهم. واش تعرفوا اكثر اجوا معنا. جو واش تقبلي تزوجي بواحد صغر مني؟ صغر مني؟ آه. لا علاش؟ ما عرفتش، ما نتقبلهاش وصافي، ما نقدرش. ياك خاص يكون كبر منك ولا قد قد؟ لا خاص يكون كبر مني. كبر منك كاع ولا؟ لا كبر مني، ماشي كاع كاع كاع، ولكن ميم با واحد خمس سنين ست سنين صافا ماهيش مزيانة. خمس سنين مزيانة، ما صغر منك؟ لا. غتربيه؟ ويلي لا حشومة. لا لا ما نقدرش ناخذ صغر مني، إلا كان مازال أوكي كيف ما قلت لك خمس سنين ست سنين. خمس سنين مزيانة. كون كبر مني أوكي. أما صغر مني ناخذ برهوش؟ لا. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. شنو تبغي تقول رسالة للجوز ديالك المستقبل؟ المستقبل. هادشي ضحكتيني والله، حيت ديجا ما عندي ما نقول، حيت ما كاينش شي زواج مستقبلي ان شاء الله. تبارك الله. كاينه الخدمه وتمرة ان شاء الله. سي با بوسيبل، لا يمكن. علاش؟ كل خصو يمشي على قياسه، على حسب السن. إلا خديتي وحده صغيره وانت شرفتي، وإذا هي غادي تبقى شابه غير ممكن، هي غادي تولد الاولاد وتبدا هي تربيهم. لا خصو يمشي الانسان على قد قدك. قدك قال لك البس قدك هو. ممكن ممكن ما يكونش الفرق ثاني بزاف. زعما مثلا الفرق شحال تقريبا باش غتكون صغير؟ تكون عندها 20 عام 21 ماشي مشكل. سرع عادي. ياه الله يرحمها. تزوج بها تقد بها حاليا على حسب الظروف ديال كل واحد. الا كانت الخدمه يعني ما غاديش تلقى اشكال، وعاوتاني الا كان الا تلاقيت مع شي بنت الناس اللي غتصبر على الوضعيه ديالك. كاينه عادي ضروري من الوضعيه تصبر عليك. واش تقول لك هي الوضعيه ديالك هي تكون صراحه من الديبار، يعني الواحد انه يصارح الانسان ها فين خدامه ها فين خدامه. ويقول لك واحد القضيه ما تيقش فيها هذوك اللي كتقول لك ان كل معك غير البيض وما طيشه. فعلا في الاول كيديروا معك هكاك، وفي الاخر فاش كتزوج ثاني كتكون على امر الواقع حاله اخرى. حاله اخرى. انت مجوج ولا لا؟ مزوج. مجوج وكتقولي لها تاخذ وحده صغار منك غتخاصم عليك المراه؟ لا لا اصلا هي صغيره عليا ماشي. انت مجوج بوحده صغار منك؟ شحال عندها من عام؟ 26. وانت؟ 30. 30 فايتين بعامين. اربع سنين. اربع سنين. شو الكلمه اللي بغيت تقول لها دابا لمرتك قدام الكاميرا؟ شوف كنحييها من هذا المنبر. كنشكرها بزاف حيت صبرت عليا شحال من حاجه. كيفاش صغر مني؟ شحال العمر؟ 20 عام 23 عام. 20 عام راه ما صغرش مني. علاش دابا شحال عندك ولا؟ 32. وراه عادي. قول لي السن بالسن. السن بالسن. زعما تاخذ اصغر منك الحلم ديالك تاخذ وحده اصغر منك. ماشي مشكل. ماشي مشكل. عام عملت تفاهمتي. تفاهمتي مع صغيره خوذه صغيره. تفاهمتي مع كبيره خوذه كبيره. تفاهمتي مع مويان خوذه مويان. خوذه مويان. المهم تجوج. داك الشيء عمال العقل. ياك. ليش؟ دابا انت متزوج ولا باقي؟ لا باقي. 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 شنو سبب تاخر الجواز ديالك؟ الزواج. باقي لقانا وصافي. لقانا. ايه. ما لقيتيش معاه من الوقت. ماشي على باقي ما كما تيقولوا باقي ما. كاين باقي ما كايناش. الزواج في المغرب كيبدا بالنوار ويسالي بموت حمار. هذاك الشيء اللي كاين. دابا انت بديتي بالنوار ولا؟ غادي نساليو تبارك الله عليك. الله يحفظك.